مشروع نيوم هو يعني أعلن عنه في أكتوبر 2017. الاسم هو ليس اسم عربي، نيوم هو يعني مأخوذ من نيو اللي هو كلمة إغريقية يعني تعني الجديد، والإم تعني تشير للمستقبل، وأيضا تشير للاسم الأول للحرف الأول من اسم محمد بن سلمان. هذا المشروع هو يقع في شمال غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر، وهي في الأصل قرى عرفت بجمالها البيئية، وقد عاش على هذه القرى مجموعة من القبائل منذ مئات السنوات قبل الحكم السعودي وحكم آل سعود وسيطرتهم على المنطقة. ومن أكبر القبائل في هذه المنطقة وهي قبيلة الحويطات، الذين توارثوا أرضهم من آبائهم عن أجدادهم. ورغم ما كانت تعاني هذه القرى مع انتقال الدولة الحديثة ومجيء الحكم السعودي، ما كانوا يعانوه أهالي هذه المنطقة من ضعف البنية التحتية كالكهرباء والمرافق الصحية ويعني مراكز التعليم وغيره والمستشفيات، إلا أنهم يعني بقوا في أراضيهم، لم يتخلوا عنها، لم يرحلوا عنها. ولكن تفاجأ الأهالي في أبريل 2017، أي قبل الإعلان عن المشروع بفترة في عدة أشهر، عن توقف عمليات نقل الملكية وتجديد الرخص. وتفاجؤوا أن يعني صندوق الاستثمارات العامة قد أصدر حكم بملكية الأراضي كلها الواقعة تحت نطاق مشروع نيوم، وحتى أنهم يعني غردوا بهاشتاجات أو وسم متضرري صندوق الاستثمارات. ف يعني حتى وكان طبعا كانت السلطة تحاول أن تواجه هذه المشكلة، أنه يقول أن هذه إشاعات، انه هي فقط يعني الامور طيبه، انتم راح تبكون هنا، ما راح يكون في اي خلاف. ما بعد الاعلان صارت السلطه يعني تنشر الاشاعه انها هذا المشروع سيكون فاتحه خير لهذه المنطقه، وستكون انتم جزءا من هذا المشروع، وسيخلق فرص وظيفيه، وسيطور المنطقه، وسيطور منطقتكم. حتى تفاجؤوا في الاول من يناير 2020 بعد أن قام أمير تبوك بدعوة أهالي والوجهاء من القرى الواقعة تحت مشروع نيوم، اللي هي قرى كالخريبة وقيال وشرمة وعصيلة. فذكر لهم الأمير أن عليهم أن أبلغهم بقرار التهجير، فالأهالي رفضوا هذا القرار. وأيضا بعدها قاموا بعقد مؤتمر في 7 يناير الأهالي، وعربوا فيه عن رفضهم للتهجير. وفي 9 يناير قام جمع من الأهالي والوجهاء بتوقيع العريضة، وكان عدد الموقعين بأسمائهم شخصية يعني 175 شخص. طبعا كل شخص منهم هو يمثل عائلته وأهله وأقاربه، فكانوا قد اجتمعوا في منزل عبد الناصر أبو دكيك الحويطي، وهو من أحد الوجهاء، وهو أخ الراحل عبد الرحيم الحويطي الذي قتل في 2020. لكن بعدها بأسبوعين تفاجأ الأهالي بوصول لجنة هي تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وقد قاموا بتعليق لوحات تطالبهم بتسليم صكوك الملكية إلى مقر اللجنة. ولكن أيضا قاموا الأهالي بالذهاب إلى مقر اللجنة وأعربوا عن رفضهم للتهجير مرة أخرى، وقد نشر هذا الاعتراض في مقاطع انتشرت في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي. بعد بأسبوعين كانت قوات الأمن قد نفذت حملات مداهمة واعتقالات لأبرز الشخصيات اللي كانت يعني رافضة للتهجير، ومن ضمنهم كانوا هم من الوجهاء، واعتقلوا ما لا يقل في ذيك اللحظة أكثر من 20 شخص. والمداهمات كانت بهدف التخويف والإرباك يعني، ودفع الناس إلى الذهاب إلى مقر اللجنة لتسليمهم صكوك الحكم. وكان يعني بعض المداهمات يعني تحدث في يعني قوة ما يقارب 20 مركبة عسكرية يقوموا بمداهمة هذا المنزل، يرهبون الأهالي يعني بهدف الإخافة، ويعني دفعهم إلى تسليم الصكوك حتى يعني يرحلوا فيما بعد. بعدها يعني حدثت حادثة غريبة، أن كان في طفل من أهالي المنطقة كتب على أحد الجدران لن نرحل.
فتفاجأ أخوه الكبير إنه في سيارة مدنية قامت باختطاف هذا الطفل. فبعد أن ذهب مع والده وعمه باللحاق بهذه المركبة وأوقفوها، ذكر الشخصين اللي كانوا يقودون هذه المركبة المدنية وهم بزي مدني أنهم من ضمن أنهم يعني تابعين لأمن الدولة. طبعا ما في اي شيء كان يثبت ان هم تابعين لامن الدوله وانهم انتم يعني كانوا خاطفين هذا الطفل. ما في يعني اي يعني صدر امر بالقبض او اي طريقه يعني كانت يعني طريقه طبيعيه، لا كان يعني هي خطف وسياره مدنيه. بعدها يعني تفاجأ انه قاموا باعتقالهم، يعني باعتقال الاب والعم والاخ.